في خبر يعني عاجل. انقلاب انقلاب قطار ركاب لا اله الا الله محمل بالركاب بالبدرشين بجنوب الجيزه. ده عدد الناس ما فيش اي حاجه خالص. مسرع واصابه العشرات. كان لسه في التلفزيون. لسه وزير النقل كان بيقول. طب ولسه كان وزير النقل كان في الجيزه ما شافش ان في مشاكل على القضبان ولا؟ يعني احنا بنتمنى ان جولات الوزراء الحقيقه يعني بتالي وزير النقل كان في جوله في الجيزه يعني اكيد لو كان في ملاحظات وشافها الوزير بنفسه واعلى شخصيه في السلطه التنفيذيه فكان المفروض ان يبقى في اجراء قبل ما يعني تيجي حادثه كارثيه بالشكل ده بعد ساعات من الجوله اللي قام بيها وزير النقل. واعتقد ان هو شاف فيها القضبان وشاف فيها محطات وشاف فيها امور كثيره لها علاقه بعمليات النقل. أنا